ازيكم حبايب قلبي عاملين ايه؟ اهلا بكم اهلا بكم كويسين اهلا بكم في فيديو جديد. بس بقى نون اهلا بيكم في تحدي جديد تحديات صادورا. النهارده هنعمل تحدي بنجيب العيد، يعني بنجيب العيد بعد العيد، فقلنا نلعب مع بعض شويه ونصور لكم الايه اللعب اللي احنا بنلعبه. ربنا يستر علينا. هي فكرة جنى وسما ومو من رانيا ومو. انا مالي بقى والله مش فكرتي. أيوة. فكرة جنى وسما ونور، هي فكرة نور من الاول. نور هو واخد الفيديو متحمس من الاول كده، هي فكرته هو. يلا بينا نروح على الفيديو نشوف هنعمل ايه. ويلا يلا بينا. ورجعنا لكم تاني ورجعوا لكم تاني وعايزين يدخلوني معاهم وانا مش هدخل. هتدخلي فكره ال محدش شافه مش انا يا اولاد، بس هتخش. الفكره يا جماعه ان احنا معانا هنا ايه؟ بلالين، بلاستيكيه مليانه بلالين، كل بالونه عليها رقم وكل بالونه فيها مفاجاه. ماشي. طبعا الحلوين دول كل واحد فيهم ما عدا بوس، تمام. كل واحد هيختار رقم. فين الارقام يا سما؟ كل واحد هيختار رقم، تمام. كل واحد هيختار رقم من الارقام دي، ماشي، وهو وحظه تبع البالونه اللي هتبقى ايه اللي هتبقى معاه. طبعا سعد قالع بقى وحافي ومستعد، خلاص. هوب هوب هوب. ونور مستعد. ايوه نور ما هايبر اصلا من اول الفيديو، مش عارفه في ايه. فطبعا ايه هنبدا كده دلوقتي. انا همسك لهم الارقام واخليهم يختاروا من ايه، من الصغير للكبير. من الصغير للكبير، ماشي. انا اخر واحد. ايه ماما ماشي. يلا يا نور سمي الله كده وشوف. ولا الكاميرا الاول. اول حاجه كل بالونه فيها حاجه. اهو بص يا جماعه مش هشوف. نور طلع معاه رقم اربعه، ورقم اربعه فين؟ رقم اربعة اهو على الوش. لو سمحتي محدش يمسكه الا انا. حاضر. رقم اربعة بس يا نور على الوش. هتطلعوا مواهبي في الفيديو عيب كده. خلاص. طبعا الحلوين دول يرجعوا ورا. احنا هنيجي هنا، احنا مالناش. ماشي. الجمال دول يرجعوا ورا. ونور ينزل لي على الارض. ماشي. انزل اركني ده، اركنيهم في جنب هنا يا جيجي. خلاص. حوش في واحده وقعت، واحده وقعت. نور ركع على الارض. ممكن تطلع لي قدام شويه يا نوني هنا. لا ارجع لورا سنه بس. ما كانش يومك يا نور. ثانيه واحده. ايه ده؟ انا طبعا همسك البالونه. ابعد بقى عشان في حاجه تيجي عليك. ماما ارفعيها عشان تنزل. انا هبعد. وايه طبعا اللي هيطلع له اكتر عدد بلالين ما فيهاش اي حاجه هو له جايزه في اخر الفيديو. خلاص. هو ونصيبه بقى له جايزه فين؟ في اخر الفيديو. يلا يا نور سمي الله. ماما استني اعملي كده. انا خايفه اصلا كده. اعمليها كده. ماشي. ابعدي انت بقى. ماشي. نور مش باين، نزل الكاميرا على تحت. يلا يا نور بسم الله. 1 2 3 خانو. يلا ده هيبقى عجيب. يا عيني عليك يا نور. مكانك يا حبيب ام مكانك. خدلك ساتر يا رب. خدلك ساتر. دوري الان. دور سامي. جماعه شعره شبهه صغير. تعالى كده على الكاميرا. يا عيني عليك يا نور. اقف جنب هناك يا نور. حظك يا ابني حظك. ليه نزل في قفاك ده حرفيا؟ يلا يا سامي. ايه ده؟ انا اتبهدلت. بصوا هي وقعت بنفسها. هتاخد اللي وقعت؟ هي وقعت. هي ونصيبها بقى كام؟ خمسه. خمسة. اجيب لك خمسة يا سما. ثانية واحدة كده مفيش. خمسة 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 بس كده بنتشاف. جبت لسما رقم خمسة. شكلها مليانة. امسكي يلا اقعدي في نفس المكان اللي كان فيه نور كده. ماشي. نصيبها ان انتوا مديني البلالين لاجبن واحدة. يلا انت اللي قلتي عايزة. ماما رجعنا شوية. انت فرحتي فين؟ يلا يلا سما. ايه؟ اصبري بقى. طب ما اشوف. انجزي يا سما. لا حول ولا قوة الا بالله. مكان مكان
بقى جنب اخوكي. لا لا دوري. لا جنى. يوه. لا جنى يلا يا بديش جنى. انا بديش مش عايزه. يلا يا جنى تعال نركن يا بنزل في الميه. انا ونور هنعمل في نفس المكان بقى ماليش فيه يا جنى. يلا اختار بابا كم. يا رب خليك معايا يا رب. رقم ايه؟ انا بس ستة. رقم ستة. يلا يا جنى اروح اجيب انا رقم ستة اولها اهو. اروح اجيب رقم ستة. تعال انت يا سعد بقى امسكها شوية عشان انا عم بخاف. لا ماليش دعوة. عشان خاطر. عشان انا؟ طب ماشي. بسم الله. جماعة. بطلون فاتح. ما ينفعش النشف اللي احنا عملناه. احنا نظر كده اخر فيديو. رقم ستة. رقم ستة. ماشي. بسم الله. جنى كده مظبوطة؟ شكلها فاضية. شكلها فاضية. مية مية. شكلها فاضية. هي فين البالون؟ اهي يلا. عليك يا طيبة. انزل يا لحد. جنب اخواتك. جنب اخواتك. جنب اخواتك. ابعد عني. يلا يا حاج سعد. ابعد عني. يلا يا حاج سعد. مستخبي ليه ورا الكاميرا يا حاج سعد؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا يا استاذ سعد. هينزل على الارض صح؟ يلا. انزل على الارض. بنزل نزلت الكياب والله. انزل يا بابا. تعال نشوفها مع بعض بقى. أربعة. مش شايفينهم. لا يا أستاذ سعد دي ثلاثة بالإنجليزي. أربعة بالعربي. ثلاثة بالإنجليزي. أيون كده يا جماعة سري. ثلاثة. حرفيا بقيت أقول. يلا. ماشي. بابا دلوقتي هينزل. أنا بدور على بابا. انزل على هدومك ما فيهاش حاجة. انزل يا بابا على أنا انزل. حاجة. معاك حاجة يا بابا؟ فلوس بقى. يلا يا سعد. رقم ثلاثة. انزل يا بابا. انزل يا بابا. انزل يا سعد. بيفضي جيبه. انزل يا سعد. معكش حاجه ثانيه؟ ايه؟ انزل يا يعني عليك يا نور. انزل يا سعد الزمه يطلع لك بقى زي ما يطلع كده مظبوط كده مظبوط. اوعى نور شكلها هي محظوظه. يلا يا سعد فرقع ان شاء الله. فرقع بابا. فرقع يا سعد. فاضيه؟ يلا يا سعد معاك نقطه يا جماعه. يلا اختي. والله ما في عنصريه بس لا لا خلاص سيبها. خلاص سيبها. خلاص تمام. دور النوم الصغير. دور اللي عليه الضوء. يلا ماشي. بس انت حط عليها سما قلت لي فاضيه. ها يا رب يا رب. قلت لي عايز ما كده انا تبقى شارع عامل. طب تعالى يا نور انا هلعب بدال. قول لنا تعالى. ماشي انا لا مش تعالى بدال تخش في اللعب. اه دخلت خلاص مش بدالش. بسم الله الرحمن الرحيم. رقم 10. 10 الربيع ما شفناهاش. الربيع اي والله 10. انا مش خمام. مش هتخون ده واحد وجنبه صفر. ايه يا 10 10 يعني عليك يا نور. بص يا جماعه نور لغايه دلوقتي هو اللي واخد الدقيق صح. اه ما تبصيش. انزل الحمد لله. انزل على الميه يا جماعه. لا سيبوني وانا واقفه. الام لا احترامها. انزلي. انزلي يا ماما زي كده. الام لا احترامها يا جماعه. احترامك موجود والله. ما عايش دبوس. الحمد لله. انا بخاف افرقع. ماما كده ليها نقطة. ما بتخافش يا جماعة ما بتفرقع. دي اخص عليكو. ليه كده؟ ما ينفعش نفضي نفسي. من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. الحمد لله انا جالي مية. الحمد لله ما تنفضيش. عشان ينزل عليك ميه يبقى عجينه تبقى تمام 100 100. حرام عليك ليه كده؟ لا انا بقى لو نزل عليا دي ليه كده بس ليه؟ دور على نور. نور حبيب قلبي. نور. يلا الدنيا بقت تحتك مليطه. يلا يا نور. ايوه انا كمان. اختاري رقم كام؟ ده انا باين عليه اصلا باين مش باين بس شعره شاب يعني. يا عيني يا نور. 8 رقم 8. اه ولا يا ماما 8 اهي رقم 8. شفتوا كل دي ازاي؟ اخص عليكم. ايوه اخص عليكم. يلا اهي رقم 8. وري البالونه. وري البالونه انها رقم 8 برضو. اهي 8. يلا هي فين؟ 8 فوق. اه فاضيه. ادي نور اول
واحد يا خرابي كان هيقع. اول واحد طلع له ايه؟ حاجه فاضيه خلاص. يعني نور ممكن يكون ايه يعني له برضو نصيب انه ممكن يكون له جايز. حظك حلو يا نور والله. استني يا سما انت بتختاري، انت بتنقي بتخمينا. مش بتكلم شايفه انت بتخمينا بتخمينا. هو انا شكلي عامل ازاي ولاد كده؟ جميل عليكم. عسل ابيض. اما نحطك في المتحف. سما هي اول واحده. ها طب افتحي هيطلع لك رقم كام بقى؟ يا رب يطلع لك دقيق ولا حاجه. احنا عملنا 9. لا احنا عملنا 6. احنا عملنا 6 دي 9. دي 9. بس التسعه بتاعتي غريبه شويه. اه جنى خطها معفي. هاتي يا جنى 9. هاتي رقم 9. اه العيال هتسبح له. فين رقم 9؟ اوه ماي جاد. ماشي. ماشي يلا فاضية؟ بعنا كده انا بقيت عجوز. رقم 9. ما بخافش منك. ما بخافش منك. 9 فاضيه هيبقى حرام. الحمد لله. الله. جنى. انا ايوه. مكانك لو سمحت. الحمد لله يا مي. هو الورق قليل ليه والبلالين كتير يا جماعه؟ مش مشكله. لا نفس العدد. لا والله. ازاي؟ يبقوا انتوا بتاخدوا ترمو بقى ولا ايه؟ طب شوفي بس شوفي. مش خلصوا بس خلصوا مش في الاخر. مش حاجة. هو انا عاملة ازاي يا سام؟ رقم 2. 2 هاتي 2 يا سام. امشي. رقم 2. نور تعرف ان وشك كده؟ هاتي رقم 2. ماشي. وشك مش عارف. نور 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 سكرين. يلا سكرين سكرين. سكرين انتوا الاثنين. ايوه. شغالين في فرن؟ ايه بجد؟ شغالين في فرن بجد؟ يلا كده كده كده. ادي لايك. يلا يا جماعه حطوا لايك. جنى جالها ايه؟ جنى جالها رقم 2. نزليها على دماغها شويه. انت خايفه يا سما؟ سما خايفه. حطيها على دماغي يا سما. كسرت البالونه ده شكلها جميل قوي. اوبا جنى برضو فلتت مع نور. هي جنى بقى ما جاش عليها. لا فاضي. جه عليا ميه في الاول بس. يلا يا سما. يلا يا سما. الارقام على فكره قليله يا اما انتوا بقى. هي واحده بس اصلا اللي متبقيه مع ان لسه في بلالين بس مش مشكله. اه ثلاث بلالين بس خلاص كله يتوزع. يلا يلا يا جماعه انا لقيت لكم مين هنا بحالهم. 7. 7 مفيش 7 الحمد لله. في يلا يلا انزل. مخبيها ليه كده؟ اهو بسم الله. يلا بس يا عم هي تقيله ليه؟ بسم الله. انا لقيت الرقمين التانيين. يلا طيب ماشي يلا. اوب يلا يا سما. اصل انا حاسس اني بعذب سما معايا. اه والله وانا بتعذب برضو عشان كده ما مسكتهاش كتير. اوبا يلا يا بابا. اوه فاضي فاضي. سعد الاخر فلت مره والله. آه. اشت ماما بيه بيه. ليتس جو. انا تعالي بقى يا باشا انت اللي هتتروق. اوكي يا جماعه انا لقيت الورقتين التانيين كنا هحطهم على السفره. حاسه ماما هيطلع لنا 12. امسكي كده. 8 8 يعني 7. انا 7 وانت 8. هات يا ماما اوريهم. هات اوريهم. مفيش 8. مفيش 8. خلاص اختاري رقم تاني. في 11 وفي 12. خلاص ادي له 11 يا ورز. ايه 11 ولا 12؟ خلاص يا ابتدي 11 او 12. 12 ورينا ورينا حط عليها العلامه ايه؟ 12. طيب ماشي يلا انزل. يلا خلاص يا نور هنزل. دبوس خدي دبوسي. اتفضلي اتفضلي. بسم الله. انا خايفه خايفه مش قادره اقول لكم على حظوظ. بجد بجد هقري عليكي. يا ولاد اللذينة. انا بختار اخر واحده. انا هقعد شويه ادخلها العب معاكم. وطي وطي وطي. يا ولاد الايه؟ عايزه اوري لك يا جماعه حاجه. شويه يا خسرتي. ملح كده يا ولاد. وانا بقول لك 12 جايه فرحانه يا جماعه يا كلبه. بص 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 ادخلك ادخلك الفوق. بص بص يا جماعه ليه يا جنى كده؟ حاجة بقى عايزين خلاص كده؟ جنى روحي. لا لسه واحدة ليا. اوبا الحمد لله مش انا اللي وقع.
اخر واحدة؟ اه انا اللي هفرقع. انا معايا خلاص. يلا يا نور. واحد اتنين تلاتة. خدي حرية الكسب. البالين خلصت. انا اصلا فرقعت اتنين بس. امسكوا. انا فرقعت الكلام ده بقى. مش عارفة والله. ود ود. خلصت. كده نور يبقى كسب و حقه يا جماعه. شعبه هو لسه عايز. خلاص كده خلاص لعبنا بسطنا واتخبزنا وهننضف زي الكلاب ودقنا. والله لا خلوهم يعملوا بلاطه بلاطه كده. ادي لايك للفيديو ويا ريت تكونوا استمتعتوا معانا باللعبه الظريفه دي. لعبه خفيفه خفيفه. اهم حاجه نكون معاكم بس كده ويكون في تواصل ما بيننا. ماتش لعبه معاهم. ماتش لعبه معاهم. انا في المطبخ. انا مالي ومال اللعبه. لا 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 اكتبوا لنا لازم مجانا معانا في كل تحدي. وسامه خدت حوز احاب. يا عيني ما حصليش حاجه. خدت ميه بس. قبل ما ننهي ما تنسوناش باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد من يوميات سعد ورانيا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.